لو الحكاية فيها إن فيتو هو شايف المشروع يعني فبرعه بالأرض والحلم دي إنه لما ابنه هيتعب في البيت هيبقى مكان سريع يقدر ينتقل بيه بسرعة. وجد الموائد أمام مشروع متوقف هيكل خرساني، فكل سنتين ثلاثة تنزل وسائل الإعلام تصور وتقول قال المستشفيات اتفتحت، فهو ما اتفتحش أصلا، المشروع ما اتفتحش ما اشتغلش نتيجة ضعف الإمكانيات، تغيير السياسات، تغيير مناهج التفكير، وبناء عليه استراتيجية 2030 لتضع لنا منهج واحد محدد وهدف استراتيجي كلنا رايحين، وبتعطي المحافظات المركزية علشان لما تيجي الميزانية أنا أقدر واحد واقف على الأرض أنا وجهازي التنفيذي اللي واقف معايا على إن إحنا نحول الأولويات. أما أقول إن عندي محافظة المنيا فيها النهارده ست مستشفيات عامة، ثلاثة منهم تحت التطبيق.